بحضور كل من وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية ومدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ومدير مكتب وزير الصحة ومديري الخدمات الصحية ومكاتب الرعاية الصحية بالبلديات وبعض المسؤولين الآخرين ذوي الاختصاص، تم إطلاق الملتقى الثاني للرعاية الصحية الأولية في بنغازي. يهدف هذا الملتقى للقاء هو تواجد مدراء الخدمات الصحية ومدراء مكاتب الرعاية الصحية الأولية والمهتمين بهذا المستوى من قطاع الصحة، وهو يعتبر القاعدة الأساسية في الهرم الصحي. طبعا الهدف من هذا الملتقى هو الاطلاع على ما تم تنفيذه من توصيات الملتقى الأول، وهذا هو الجانب المهم. أما الجانب الثاني فهو دراسة كل ما تمر به الرعاية الصحية الأولية وخروج بتوصيات جديدة. وتخلل البرنامج العلمي للملتقى إلقاء 3 ورقات علمية، حيث تحدث الأستاذ علي منصور العمامي عن الهيكلة الإدارية بالخدمات الصحية في المناطق، كما تحدث الأستاذ أحمد العوامي عن أهمية برامج التدريب والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الأستاذ رمضان فتوري الذي تحدث عن البرنامج الموسع للتطعيمات. كان هذا المشوار تكملة للمشوار الأول اللي تم في مدينة سوسة. طبعا مثل هذه الندوات تدار لإحياء الخدمات الصحية ولتطوير الخدمات الصحية. نحن اليوم في مدينة بنغازي، وفي ظل ما تمر به بلادنا من هذه الجائحة، نحاول أن نقرب وجهات النظر ونتبادل الآراء ونتبادل المشورة في سبيل نكون نحن في الحادث. طبعا وزارة الصحة اليوم تمثل بإدارتها وفي بعض الناس العاملين بها حريصين جدا لحضور مثل هذه الملتقيات. تستضيف مدينة بنغازي الملتقى الثاني في هذه الظروف التي تخيم عليها جائحة كورونا، وبالتالي هي أصابت ملاحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا كان التفكير جديا في إقامة الملتقى بشكل دقيق ومهني. اعتمد في البداية على تقليل عدد المشاركين باستضافة مدير الخدمات الصحية ومدراء مكاتب الرعاية الصحية الأولية ومدراء مكاتب التوعية والتثقيف الصحي اللي عادة سيتولون في هذا الملتقى إثراء النقاش في الجوانب المهمة والأساسية التي تتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية. كما تم توزيع المشاركين على طاولات النقاش التفاعلية، حيث تمت مناقشة 4 محاور رئيسية، وهي استمرار أداء خدمات الرعاية الصحية الأولية في ظل جائحة كورونا، وسبل استمرار المحافظة على جاهزية خط الدفاع الأول، وحماية الأطقم الطبية، والميزانيات وآليات التحسين والتطوير، والصعوبات والعراقيل التي تؤثر في أداء الخدمة. وفي ختام الملتقى تمت تلاوة التوصيات.